تمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية في سنة 2015، إذن خاسك 3 سنين بعد ما تمت المصادقة على القانون وديما مازلنا ما عندناش محكمة دستورية. علاش؟ هل أنه التعطيل جاي من القانون؟ لا، التعطيل ماهوش جاي من القانون، التعطيل سياسي بالأساس. مشروع القانون اللي جانا كان يحب أنه واحد اليوم قيادي في حزبه يستقيل اليوم غدو عنده الحق يترشح في المحكمة الدستورية، تتذكرها؟ يو دي كونسيبشن، كان فما تصور لمحكمة دستورية ضمن المعايير المعروفة بمعنى الاستقلالية والنزاهة، ماهيش بتعطيني باي ونعطيك باي، هذه محكمة دستورية، هذه باش تبت في ما هو النزاعات الدستورية الكبيرة كسوا بين المواطن والدولة أو بين هياكل الدولة في حد ذاتها. بعد وقت اللي تم المصادقة على القانون دخل حيز النفاذ، لقينا ثم العقبة الأخرى اللي هي المجلس على القضاء، لأنه لا معنى لأن يبادر مجلس نواب الشعب لأنه ينتخب أعضاء في المحكمة الدستورية ويبقوا الأعضاء هذوما يستنوا حتى يتكون مجلس على القضاء باش ينتخب أعضاء أخرين، ما عندوش معنى. رأى المجلس أنه الأفضل ننتظر أولا إرساء المجلس على القضاء. ثم بعد العطلة البرلمانية تم إعادة انتخاب لجنة جديدة، على خطر مع كل دورة نيابية يتم انتخاب لجنة انتخابية جديدة، وصارت مشاكل في خصوص بعض الأسماء المطروحة وفي خصوص آجال قبول ملفات الترشيحات. برشا ناس شافوها العملية ذي من المتابعين على أساس أنه ما نجتم تعودين بالديمقراطية، أنه مخاطر يلزمنا التوافقات. لا، أقولها بكل وضوح، هناك عملية معناتها ان ريكول، توخير التالي من طرف زوج الاحزاب الكبار اللي يحكموا في البلاد. الاغلبيه اللي مسيطره داخل لجنه الفرز هي بطبيعه الحال ككل هياكل المجلس باعتماد التمثيل النسبي. نهضه نداء نجي ونقولوا هذا ما نقبلولوش على خاطر اودع بعد الاجل، هيك قبلت الاخر بعد الاجل هذايا ما ويدخلك في متاهه ويعاود يرجع المكتب المجلس ومكتب المجلس ينظر في الموضوع ويعاود يرجع لهم، ومن بعد لافالو بعد القضاء 4-5 شهور باش تعاود تجلس اللجنه في تركيبتها جديده وتقول بون سي با غراف نعدي وهذا 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 جاء بعد التاريخ الفلاني ما نعديولوش. جينا شنو الاصناف؟ عندنا 3 خبراء في مجال القانون وواحد من غير الخبراء في المجال القانوني. اش يوصلونا؟ يوصلونا تقريبا 5 قلنا قبلناهم، 4 في مجال القانوني وواحد من غير المختصين في القانون، وبالتالي كان مش نمر مباشرة للتصويت هذا باش يجري وحده باش يجي لول. خذينا 3 ملفات اخرين قبلناهم، اش ولا عندنا؟ ولو عندنا 8 مترشحين ملفاتهم، 2 من غير المختصين في القانون و6 من المختصين في القانون، واعطيناهم للجلسة العامة مع رئيس المكتب. والان المرحلة الحالية هي مرحلة توافقات، وبالتالي هذا يتطلب شنو؟ يتطلب وجود توافقات بين الأحزاب السياسية قبل المرور إلى الجلسة العامة، ولو أن التوافقات هذه مسألة غير قانونية، هي مسألة سياسية بالأساس، لكن في ظل المشهد السياسي الحالي اللي عنا ما ينجم حتى شيء يصير من غير ما تكون فما توافقات بالأحزاب بين الأحزاب حول الأسماء التي سيتم ترشيحها. الآن الموضوع باش يتم حسمه في الجلسة العامة يتطلب مصادقة الثلثين. الثلثين مش سهل، خاصة في واقع الحقيقة فيه شوية توتر وغيره. أنا توليت بتكليف من رئيس المجلس في الأسبوع المنقضي نعم التواصل مع رؤساء الكتل لتحسس هل أننا جاهزين باش ندخلوا في عملية الانتخاب وإلا لا. الآراء كانت مختلفة، ثم شكون يقول نجم ونبدو نحكوا في الأسماء الآن، ثم شكون يقول المناخ الآن الأسبوع المنقضي التوتر اللي صار في الشارع وغيره ليس المناخ الأفضل للوصول للتوافقات الأفضل. هذا يغذيه الخوف أو التخوف، هم متوافقين فيما هو السياسي وتسيير البلاد، ولكن كي نوصلوا للمسارات الدستورية نلقاو كل حد شي تنو في جيبه. توا أخيرا مثلا كل شيء يكمل، ثبتت قائمة المترشحين على الأقل اللي باش نحطوه معنا الباي نتاع مجلس نواب الشعب، إيش مازلنا نستناه؟ أنا اتصل بيا السيد معناتها عضو مكتب المجلس وقال لي اسكو مستعدين ولا نزيدوا نخلوها ناجلوها؟ قلت له لا ما فماش علاش ناجلوها. كونسوبي داكور، معناتها معروفه 145 لازم الناس الكل توافق، ومعروف كل كتله باش يكون المترشح اللي متمسكه فيه، هات كله فيه وخلي نتعداو. يجب الاتفاق حول 4 أسماء باش على الاقل الامور ما تتعطلش وما نعاودوش نعيشوا الازمه اللي عشناها في تجديد اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات. طالما أن مجلس نواب الشعب لم ينتخب الـ4 أعضاء متاعه
فمش ممكن مجلس أعلى القضاء ينتخب ومش ممكن رئيس الجمهورية يعين. إذن التوجه تشترك فيه الحكومة تشترك فيه الأغلبية النواب الحاكمين إما بعدم الاعتناء أو بعملية البحث عن التفاصيل الصغيرة التي تعيق وعمداً عند برشا نوابة، لأنه روح دستور 2014 برغم كل النجم نختلفوا في بعض النقاط مع دستور 2014 من أنه هذا الدستور حتى الشعب رأوا صحيح أنهينا مع الفترة السابقة ويلزمنا ندخل في مرحلة جديدة، يعود عنا قاضي دستوري، عنا هيئة اتصال سمعي بصري، عنا قانون مشترك لكافة الهيئات الدستورية، ما زال ما دخلش برشا مخاخ.